هذا هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبالدعم والاهتمام من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد واهتمامهم بأبنائهم من الطلبة ومن الشباب في قطاع التعليم وفي قطاع الرياضة. ولا شك أنه أيضا الشراكة مع وزارة الرياضة شراكة مثمرة، ونكمل أدوارنا فيما بيننا من أجل إن شاء الله إيجاد أفضل الفرص لأبنائنا لكي يتم اكتشافهم ورعايتهم وتطويرهم إن شاء الله مثل ما هو حاصل في هذا الدوري. هذا الدوري أيضا هو في سياق أيضا رؤية المملكة 2030 اللي أيضا تهتم بالرياضة للجميع وبالرياضة لأبناء الوطن، وليكون تكون المملكة أيضا منافسة عالميا حتى في على المستويات الرياضية. وبدون شك أنه أيضا الرياضة لأبنائنا وتعتبر مهمة جدا، لأن فيها صحة بدنية وصحة عقلية، وأيضا تولد بيئة إن شاء الله جاذبة لكل مدارسنا. سعدت اليوم بمشاركة معالي وزير التعليم فيما يخص تكريم الفائزين في بطولة دوري المدارس. هذه البطولة تأتي تتويج للشراكة ما بين وزارة الرياضة ووزارة التعليم، وبإذن الله ترتقي البطولة أكثر وأكثر وتشمل رياضات أخرى متنوعة في الأعوام القادمة.